إلى يوم الدين. صلوا على رسول الله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك في هذه الآيات. فبدأ الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في كل جمعة نسمع: إن الله أمركم بأمر قد بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه. فالعجيب في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى هو من بدأ بفعل هذا الشيء. فبدأ الله سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى صلاة الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم إما رحمته في قول، وإما الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في قول آخر. فالله سبحانه وتعالى بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلت الملائكة الكرام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحظوظ والموفق من أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. كلنا نعرف أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما معنى أن يصلي الله علينا؟ معنى أن يصلي الله علينا أن يذكرنا الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى عنده عشر مرات. فحينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يذكرك الله عشر مرات في الملأ الأعلى، وهذا والله فضل عظيم. لذلك أبي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ قال العلماء أن أبي رضي الله عنه كان يجعل وقتا خاصا للدعاء لنفسه، يطلب حاجاته ويطلب قضاء الديون ويطلب تيسير الأمور، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي حينما أرفع يدي للدعاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، رحمة للعالمين. ما يريد أن يشق، لأنه لو ألزم أبي بذلك لكان واجبا على كل مسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. فقام أبي فقال: أجعل لك ربع صلاتي يا رسول الله. قال: هو خير، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلثي صلاتي يا رسول الله. قال: هو خير، وإن زدت فهو خير لك. فأبي لما رأى أن الأمر كله خير وفي زيادة خير قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، يعني من حين أن أرفع يدي للدعاء أجعل دعائي كله صلاة عليك يا رسول الله. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، وفي رواية: ويقضى دينك. قال العلماء: كل أمور المسلم تدور على هذين الأمرين، إما هموم يريد أن تقضى، الدين هم ولا مهو بهم، الهم الزواج هم ولا مهو بهم، الدراسة، الوظيفة، صلاح الذرية، صلاح الزوجة، المعاش، أمور الدنيا، المركب، المسكن، كلها هموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن تكفى همك، وهذه شاملة لكل أنواع الهموم. وقال عليه الصلاة والسلام: ويغفر لك ذنبك. وكل هذه مكفولة في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فرسالة نوجهها لكل مهموم ومغموم، لكل من يريد الرزق، لكل من يريد غفران الذنوب: عليك بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها والله باب فرج وانشراح وتفريج. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تشديد في هذا الأمر أن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه تسليما، ويكثر من هذا العمل الطيب المبارك الذي يرتفع به عند الله سبحانه وتعالى، وبه تغفر ذنوبه، وبه تفرج همومه. فاللهم صل وسلم.